وتنقول حتى سينا بالعياش اللي كيطلع لينا مره كل اثنين ولا ربع. على سلامه. الله يسلمك. تحيه للسي البشير وتحيه للصديق سي سعد وتحيه لكاع الفنانه العائله كامله. ما تنساش للنسا بطبيعه الحال للنسا وكاع الفنانه كاع الفنانه المغاربه لان الاغنيه المغربيه المغربيه بصراحه انا من لي فان بزاف ديال الاغنيه المغربيه. وداك الشيء علاش حنا تخلعنا ليك قلنا لك وانت دايز طلع لينا بعدا ما تنساش. اش اخبارك؟ صافا الله يحفظك. صافا الله يسلمك. الحمد لله منور. كيف لاباس؟ مع رمضان مزيان والله. لا الحمد لله انت كامل غادي مزيان الحمد لله. الحمد لله. ايوا حنا اليوم تكلمنا على الماكله وتكلمنا على انتفاخ البطن تكلمنا على السحور والفطور. واحد النقطه مهمه كان ولا بد ما نشيروا لها لان الله يكون في الاوان نهار طويل ومجبد. نعم في يومين ياك زوينه هادي وخلاص جاب الحراره وارتفاع درجه الحراره اليوم. يا سلام الايام هذه المغرب الله يطهنا نعم كاين ارتفاع شويه الحراره الحراره نعم ياك. فنطلبوا ان ندوز ان شاء الله بخير وعلى خير خصوصا في المناطق بعض المناطق القرى والمناطق اللي تيكون فيها ارتفاع الحراره بشكل كبير. تنتمناو ان ما يكونش هناك يعني شي امور اللي هي سلبيه. نتمناو ان شاء الله تدوز طفيفه على المغاربه كاملين وعلى المسلمين كاملين يا ربي امين. الله يخفف علينا واللي جا فوقته ما تيتلم ياك ولكن ما تيحس بالحراره فعلا اللي مساك الخارج فيها. نعم واللي تيخدم فيها صح صراحه. حنا خدامين وكنقولوا الشمس والحراره ما حاسينش كاين الحمد لله الامور صح كامله اللي مخبيه في كوزينتها راه ما غير حراره الكوزينه وخلاص ومزيان مش مطيبش بزاف. اش غنديروا في العطش نبيل؟ لان موضوع العطش في رمضان مهم بزاف. نعم. كيفاش واش كاين شي طريقه نقدروا ان احنا كنقولوا ان الماء ما كيتخزن شيء؟ نعم صح. هو كاين يعني ملي تنهضروا على الماء هو يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي يعني فالوجود ديال الماء داخل جسم الانسان نقطه اللي هي مهمه ونقطه اللي هي ضروريه ونقطه اللي للاسف ما تنردولهاش البال لان نسبه الماء داخل الجسم ديال الانسان تيخصها تكون ما بين 60 الى 70% ولكن الدراسات تتبين ان الاغلبيه خصوصا في المغرب نسبة الماء اقل بهذا الشيء بكثير يعني تقريبا واحد 30 حتى 40% ديال نسبة الماء اللي عندنا في الجسم ديالنا وهذا راجع بطبيعة الحال لعدم شرب كميات كافية من الماء بحيث ان النصائح اللي عندنا ديال لتر ونص ولا جوج لتر في اليوم ديال الماء فالمغاربه تيشربوا تقريبا ما بين تقريبا لتر ولا ربع في النهار في الايام العاديه صح. المغاربه كنلاحظوا ما تيشربوش بزاف الماء يعني كتفقا فيمكن ما عندناش ما تشربوش الماء بزاف للاسف هذه نقطه اللي هي خاطئه لان الاغلبيه ربما ما تيشرب الماء حتى تيجي العطش وهذا خطا او ما كيشرب الماء حتى كيبغي يدوز به يعني ما يتغدى نعم ولا نعم وهذا كذلك خطا في نفس الوقت. فشرب الماء هو احنا كنا تحدثنا في الحلقه اللي فاتت وقلنا بان الاحساس بالجوع مساله اللي هي ماشي صعبه بزاف ومساله تقدر تكون ايجابيه في حين ان الاحساس بالعطش هو مساله اللي ما خصناش نوصلوا لها تنهضر بطبيعة الحال خارج رمضان يعني خارج رمضان خاصنا نتفاداو ما امكن الوقوع في مرحلة العطش او الاصابة بالعطش يعني ما نخليش حتى الجسم ديالي بدا كيطالبني بيشرب لا خصني نشرب خاصني نشرب هي تنقول لك جغمة ولا جوج كل ربع ساعة ثلث ساعة فأكيد ان كاين هناك بعض النقاط اللي ما تتخليش الانسان انه يشرب بزاف كاين هناك تنعرفوا المراحيض ما عندناش لي تواليت بيبليك ما كاينينش الى اخره ما عليناش الوغ دابا في رمضان كاين هناك ارتفاع في درجة الحرارة وهذا الارتفاع في درجة الحرارة بعض الاحيان تيقدر يؤدي الى بعض المشاكل منها المشكل ديال الاجتفاف يعني اجتفافات على مستوى الجسم ديالنا ويقدر يؤدي يعني النهار تيدوز صعيب ويقدر يؤدي حتى المشاكل داخل الجسم ديالنا. فالماء عنده واحد الدور كبير يعني الماء تيدخل فداخل الجسم ديالنا كاين هناك الملايين ولا الملايير ديال التفاعلات الكيميائيه اللي تتوقع وهذه الملايين ديال التفاعلات الكيميائيه كلها تتطلب وجود الماء ما يمكنش لهذه التفاعلات الكيميائيه ولا الفيزيولوجيا اللي تترى داخل جسم الانسان تم بدون وجود ماء داكشي علاش ومن جعلنا من الماء كل شيء حي. فنقص الماء في الجسم ديالنا يؤدي الى نقص في المردوديه يؤدي الى العياء يؤدي الى الارتخاء يؤدي قدر بعض الاحيان يقدر يؤدي الى امور اللي هي خطيره صح. والاحساس بالعياء مش راجع ديما لانه ما نعستش مزيان ولا راه العياء بزاف ولا الصيام راه تاعي يقدر يكون غير ما كيشربش مزيان نقص الماء وكيعطي داك الاحساس بالعياء بطبيعه الحال لان نقص الماء غيؤدي الى عدم
وجود تفاعلات بشكل كبير، وبالتالي غيؤدي الى مشكل ديال العياء وديال الارتخاء. وهذه مساله يعني تنحسوا بها ربما ملي تيكون فينا العطش، فما تنبقاوش قادرين نزيدوا حتى شي حاجه. ربما الجوع تنقدروا نتغلبوا عليه ونكملوا، في حين ان العطش راه تنوقفوا. تنقدروا نرجعوا عليه الدواء. نعم الماء العطش معليش الدواء. صح صح. فهاد يعني الارتفاع في درجه الحراره صحيح انه يقدر يكون سبب من الاسباب، ولكن المشكل اللي كاين هو ان بعض الاحيان التعامل ديالنا مع النظام الغذائي ديالنا تقدر يزيد من الحده ديال الاحساس بالعطش، او لا تقدر يزيد من الحده ديال الاصابه بهذاك المشكل ديال الاجتفاف اللي يقدر يكون، سواء في الفتره الليليه ديالنا او حتى في اليوم، يعني اثناء في اليوم ديالنا ملي كيفاش نتعاملوا في اليوم ديالنا كذلك هذا يقدر يؤدي الى مشكل. وهنا نبغي نشير خصوصا بالنسبه للاطفال اللي غادي يصوموا لاول مره، وهذا غنخصوا له حلقه بوحده، وخصوصا كذلك بالنسبه للناس الاشخاص المسنين. يعني هادو جوج ديال الفئات عمريه اللي تيتقاسوا بزاف بهذه المشكله ديال الاجتفاف، واللي خصنا نردوا معاهم البال من يكون هناك ارتفاع في درجه الحراره بحال هذه الايام. يعني الارتفاع اليوم راه ديجا كاين ارتفاع في درجه الحراره. فهنا فمن تنهضروا على الماء، قلت بان شرتي واحد النقطة قبيلة، قلتي بأن الماء ما تيتخباش، فكاين هناك الماء اللي تيتخبع وكاين هناك الماء اللي ما تيتخباش، لأن اللي قلت قبيلة بأن الجسم ديالنا خاصو يكون فيه نسبة من 60 إلى 70%، وخاص يكون في الدم ديالنا تيكون هو عبارة عن ماء، نسبة كبيرة ديال الماء. ألوغ هنا المشكل اللي كاين أشنا هو؟ كاين هناك جوج ديال الاسباب الرئيسيه. اولنا ما تنشربوش الماء بزاف، وهذه نقطه شرنا لها، لان النصيحه ديال لتر ونص حتى لجوج لتر الماء في النهار راه ما تعطاتش غير هكاك، لان ربما تنهضروا دائما غير على هذه النقطه ديال لتر ونص حتى لجوج لتر في النهار، ولكن ما تنهضروش على الشطر الثاني من النصيحه اللي هو ان هذيك لتر ونص ولا جوج في النهار خاصو يكون متصاحب مع واحد النظام غذائي متوازن. يعني ملي تنهضر على واحد عدد السعرات الحراريه اللي خاص يكون فيه 50% السكريات اللي هي اللي تتمشي مع هذه لتر ونص حتى لجوج. المشكل هو ان ما تنشربوش الماء بزاف، ولكن بالموازاه مع هذا تناكلوا الحلاوه بزاف وتناكلوا ماده الصوديوم بشكل كبير، وهذا تزيد يرفع من الاحتياجات ديالنا في الماء. والابعد من هذا ان حتى ملي تزاد السعرات الحراريه اللي تندخلوا الجسم ديالنا تزاد كذلك الاحتياجات الجسم ديالنا للماء. فبعض الاحيان يقدر يكون طبيعه الاكل اللي تناكلو تحتاج ل 3 لتر ولا 4 لتر ديال الماء في النهار، ماشي 2 لتر. يعني فهذيك لتر ونص ولا 2 لتر هي معطيه على حسب النظام الغذائي الطبيعي الجيد المتوازن، ولكن الا كان عندي خلل في النظام الغذائي ديالي، الا كان عندي عدم توازن في النظام الغذائي ديالي، هذا تعني على انني خاصني نزيد في نسبة الماء اللي تناخد. فما بالك شخص عنده خلل في النظام الغذائي ديالو وما تيشربش الماء بشكل كبير، هذا مشكل. من بعد كاين الماء، ربما لان السؤال المطروح هو هاد الماء اللي تنشربو ولا هاد جوج لتر اللي تنخصنا نشربو واش خاصها ضروري تجي غير من الماء بوحدو؟ لا، ما كاينش غير الماء بوحدو، كاين الماء وكاين الاغذية الاخرى، ولكن حنا تنهضروا على جوج لتر جايه من الماء، عاد الاغذيه الاخرى اللي فيها سوائل. اللي فيها سوائل او اللي فيها الماء بحال الخضر بحال الفواكه. فتخيل معي ان شخص ما تياكلش الخضر ما تياكلش الفواكه، تياكل بزاف الحلاوه، تياكل بزاف الملحه، وما تيشربش الماء بزاف. انا هذا سؤالي كان، نعم، واش المعده الانسان يقدر تستوعب هذاك الكم الكبير ديال الاكل اللي كنعطيوه؟ قلتي لي تقريبا حتى 2 كيلو 3 كيلو. نعم. في دفعه واحده. نعم. ومن بعد عادي يقدر يتحمل يشرب الماء؟ يستحيل. طبيعة الحال يستحيل، هو ان تنزيد. دابا المشكل اللي تيوقع هو ان الناس تيقول والله ما عندي فين نزيد، ما نقدرش، باغي نشرب ولكن ما قادش. نعم، فهذا مشكل. هذا مشكل، لان تيحس بان المعده ديالو صافي وصلت لواحد الدرجه اللي ما قادش قادره تقبل. داكشي علاش تنقول ان تعاملنا مع النظام الغذائي وخصوصا في هذه الفتره الان ديال الارتفاع في درجه الحراره، يعني الناس يقللوا بشكل كبير من السكريات الاصطناعيه، الناس يقللوا بشكل كبير من الملحه. راه ضروري، راه مفروض علينا خصنا نديروها. انا بطبيعه الحال الميساج والرساله موجهه للناس اللي باغيين يدوزوا اليوم ديالهم باقل عدد ممكن ديال الاضرار. يعني حنا ماشي تنقولوا انا كيفاش نتفاداو العطش في رمضان ونهار طويل والحراره مرتفعه؟ مزيان. الوغ كاين اللي كيجي العطش كاين ما كيحسش به. مزيان. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو اوليو باش غيجيني العطش مثلا مع الثلاثه ولا مع الجوج، غيجيني حتى الاربعه ولا حتى الخمسه، لان غنحافظ على المخزون ديالي من الماء. فهاد المخزون ديالنا من الماء شحال ما كلينا الحلاوه بزاف، لان السكر تيجبد الماء. احنا ملي تناكل شي حاجه حلوه راه تيجينا العطش. شحال ما كلينا ماده الصوديوم بزاف شحال ما تتزاد الاحتياجات ديالنا. داكشي علاش في الفتره الليليه من المغرب حتى الفجر ولا حتى السحور راه ماشي ضروري انني ناكل نشرب
كميه كبيره ديال الماء. انا ما تنقولش الناس يشربوا الماء بزاف بقد ما تنقول لهم ينقصوا من الماكله ماشي نزيدوا من الماء، لان الا زدنا من الماكله غيخصنا عاوتاني نزيدوا من الماء. فإلا قدرنا نشربوا واحد جوج لتر ونص ديال الماء بالليل فنقصوا من الماكله شي شويه. يعني الا كنا تناكلوا خمسه الشباكيات ناكلوا غير وحده، الا كنا تناكلوا سته البريوات ناكلوا غير جوج. علاش؟ لان الا بقينا غاديين في نفس النظام الغذائي اللي كان عندنا ملي كانت درجه الحراره منخفضه، فاكيد ان هذا غادي يدي لنا مشكل ديال 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 الجفاف اللي هو مشكل خطير بطبيعه الحال. واخا نبيل التوقيت كذلك ديال شرب الماء هو مهم باش نستافد منه بطبيعه الحال. كاين نعم. بزاف ديال الناس ما كتعرفش التوقيت الملائم، يعني نقدر نستافد من الكميه السائل وهذا الماء اللي غنعطي للجسم ديالي ونقدر نستافد منه. نعم. وخلاص ان قبل ما تدير الاذان ديال الفجر كاين بزاف ديال الناس تقول لك نشرب بزاف. نعم. باش نتفادى العطش الغد ليه. نعم، هو شرب الماء بزاف الجسم تياخذ الاحتياجات اللي محتاجها والاخر تيخرج، ولكن تتبقى نقطة مزيانة. يعني أنني نشرب الماء إيجابي نقدروا نشربوا قبل، خاصنا نشربوا أحسن ما أننا ما نشربوش. إذا شربنا في الفجر ما خاصناش نشربوا وناكل عاوتاني شي حوايج أخرين، غناكل بريوة مثلا حلوة ولا غنشرب الماء وغناكل عاوتاني شباكية ولا غناكل صفوف لأن تيكون فيه شوية ديال الحلاوة، ولكن إلا غنشرب الماء وناكل معاه تميرات ما عنديش مشكل. غنشرب الماء وغناخذ معاه فاكهة ولا عصير فواكه ما عنديش مشكل، نقدر كاع ندير كاس ديال عصير فواكه ونزيد عليه الماء نديرو مثلا ديلوي. هذه ممكن أنني نديرها. التوقيت ديال شرب الماء نعم سؤال اللي هو مهم ونقطة اللي هي مهمة ونقطة اللي هي رئيسية، لأن التوقيت ديال شرب الماء النقطة اللي هي مهمة بزاف. ف نبداو حنا قلنا كنا تحدثنا في الحلقات اللي فاتوا قلنا بان نبداو يعني الماكله ديالنا بالماء، نبداو بالماء ولكن هنا ما خاصش يكون ما بارد، وهذه نقطه كذلك شرنا لها، يكون ما عادي. الناس منين يوصلوا للمغرب مع الارتفاع في درجة الحرارة اللي غادي يكون، خصوصا الناس اللي خدامين على برا، وغادي نرجع ونهضر على هذوك الناس لأنهم كذلك تيعانيو مساكن، أولا الناس كواحد شخص كان على برا تيتقدى ولا كان هذا ودخل عرقان تيدير رياضة ولا تيدير رياضة، ففي حق الرياضة في هذا الارتفاع المفرط في درجة الحرارة أنا تنفضل نخليه تال مورا المغرب، وإن كان كنا تحدثنا وقلنا مزيان نديرو قبل المغرب، ولكن في هذه الحالات الخاصة ديال الارتفاع المفرط في درجة الحرارة أنا أفضل أنه يبقى من بعد المغرب، ما عليناش. ألوغ إلا دخل الإنسان البيت ديالو هو درجة حرارة الجسم ديالو مرتفعة، لأن خاصنا نفرقوا ما بين ارتفاع في درجة حرارة الجسم وما بين العطش، هما جوج ديال النقط اللي خاصنا نفرقوا بيناتهم. فتنصح الشخص باش أنه يتوضا وضوء عادي للصلاة أولا كاع يدوش. علاش؟ باش تنخفضوا من درجة حرارة الجسم. هذاك التخفيض في درجة حرارة الجسم هو اللي غيخليني أنني ما نشربش الماء بزاف في الفطور، أو لا ما نشربش الماء بارد في الفطور، لأن اللي تيخليني نشرب ولا اللي تيفرض عليا ولا اللي تعطيني رغبة باش نشرب ماء سخون في الفطور ولا عفوا ما بارد في الفطور، هو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، خاصو كيفور خاصو يبرد راسه بالماء، وهنا تزيد في حدة العطش، كيتسنى غير الأذان باش ياخذ أول حاجة هو الماء، ولو هنا تزيد في حدة العطش. منين تيشرب ما بارد، هذه مسألة اللي كنا فسرناها، قلنا بأن الماء بارد خاصو الوقت باش يوصل 37 درجة عاد باش يدوز، وبالتالي غيبقى في المعدة بشكل كبير والجسم غيبقى دائما يغيكلامي، فنشربوا الماء في درجة حرارة عادية، ولكن نمسحوا يدينا، نمسحوا وجهنا، نغسلوا وجهنا، نغسلوا رجلينا، نغسلوا راسنا باش نخفضوا من درجة حرارة الجسم، حيت بديت الفطور ديالي بالماء بارد راه مشى الليل كامل غيمشي بيرتوربي، واليوم الموالي غيكون بيرتوربي على ود هذيك الليله اللي مشات بيرتوربي. لان نعطيك مثال، الى بديت الفطور ديالي بكاس الماء عادي فغادي يدوز بالزربه، الجسم غيتغيدغاطا ما غيبقاش عنده المشكل ديال لا ديزيدغاتاسيون، وحتى عمليه الهضم غتدوز بالزربه وغيمكن لي نشرب ماء اخر بالليل. الى شربت ماء بارد في الوقيته ديال المغرب بلا ما نهضروا على الاضرار اللي يمكن تلحق بالمعده اللي هي اضرار تقدر تكون خطيره آخر. فغادي يبقى مده طويله في المعده، الهضم غيتم غياخذ مده طويله باش يتهضم، فالليل كله غنبقى نحس بالانتفاخ وغنحس بواحد التخمه وما غنقدرش نشرب ماء اخر. لهذا فالوجبه ديال الافطار هي المفتاح ديال كيفاش غيدوز عندي الليل. الا فطرت بشكل جيد راه الليل غيدوز عندي بشكل جيد، الا ما عرفتش كيفاش نتعامل مع وجبه الافطار فراه الفتره الليليه ما غدوش بشكل جيد. وهذا اللي خليني نسولك هذاك الواحد سؤال ومن بعد غادي نمشيو ناخذ مكالمات. مرحبا ياك نبيل. مرحبا. وجبه السحور واش هي المفتاح ديال النهار ديالي لغدي؟ كيفاش غادي نقضيه؟ واش غادي نحس بالعطش ولا غادي ندوزو عادي؟ هو الليل كامل، الليل كامل يقدر ياثر. الليل كامل، الليل كامل يعني شنو كاين في ذاك السحور؟ لان الا كليتي مثلا غنعاود نرجع دائما كليتي اربعه الشباكيات قبل ما تنعس راه اكيد غيجيك العطش في اليوم الموالي، لان هذيك اربعه الشباكيات راه تطلب ما كثير، لان اصلا فيها السكريات فيها الدهنيات فيها السعرات الحراريه، ف
داكشي علاش قلت انا اللي مولف تياكل ربعه ياكل وحده، اللي مولف تياكل وحده يدير بناقص. فالسحور اكيد عنده تاثير، الفطور عنده تاثير على الليل، والسحور عنده تاثير على الفتره الصباحيه خصوصا نهار غد كيفاش ندوزو كيفاش غادي ندوزو. ولكن حتى التخزين ديالي الماء اللي كان في الفتره الليليه، داكشي علاش السحور ان ناخذ كاس الماء ضروري خصو يكون. الناس اللي عندهم عمل شاق، اللي عندهم عمل بدني، اللي تيخدموا في الزنقه ضروري خصهم يشربوا الماء بالليل. سر هذه النقطه علاش كيجينا الجفاف بزاف وشعورنا بالعطش شديد في الصباح ملي كنفيقوا؟ لان اصعب فتره هي ديال الصباح. مزيان، لان ملي كدوز صافي راه دازنا. لان تنكونوا كلينا الحلاوه بزاف قبل ما ننسوا. قبل ما ننسوا ماشي فقط مباشره، قبل ما ننسوا راه كاين تيسحب له قبل ما ننسوا، يعني من الطبله للفراش راه تقدر تكون كليتها ثلاثه السوايع قبل. ولكن على ما تهضمات ودازت الجسم مصات هذاك الماء، لان السكر تيدخل للخليه، ملي تيدخل السكر داخل الخليه تيجر معاه الماء تيدخلو كذلك لداخل الخليه، يعني خاص يكون توازن ما بين داخل وخارج الخليه، سي لا لوادوس موز. ما بغيتش ندخل في تفاصيل اكثر، فا اولا كلينا شي حاجه فيها الملح بزاف. فالناس اللي فاقوا فيهم العطش يعرفوا بان الليل ديالهم راه كان فيه مشكل، الماكلة الليل ديالهم كان فيها مشكل. واخا حنا غادي نجاوبوا الناس اللي عندهم اي محبا. سؤال في هذا الشق هذا ديال العطش، واش انتم كتحسوا فعلا بالعطش ولا لا؟ واش يعني الاكل ديالكم ربما ما تيكون فيه واحد الخلل شويه؟ كاين اللي تيقول لك انا ما تناكلش بزاف ورغم ذلك كيجيني العطش. الوغ هنا مزيان ما تناكلش بزاف هنا ماشي في الكميه، في النوعيه، في نوعيه الاكل اللي غادي نتناول. هذا سؤال مهم. يلا دائما عرس الارقام 0522 30 30 00 او رقم ثاني اللي هو 0522 31 33 33. مسعدين سنبي مرحبا، اول اتصال اللي جا من عندك. مرحبا بك. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اخبارك اختي سميه؟ لاباس عليك؟ لاله مليكه، اهلا وسهلا. الله يخليك اختي. اش اخبارك؟ بارك الله فيك. كنحييك ونبيل. مرحبا لاله. اللي اثرنا من 2006. الله يلا، من 2006 كنستمع له في الاذاعه الوطنيه مع الاخت جليله. الله الله. بزاف ديال الحوايج اللي ما شاء الله تعلمنا من الله يكبر بك. دائما انا الله يكبر بك حتى انت ويخلي لك صحتك. الله يسهلك عمر. شكرا. بارك الله فيكم، الله يجازيكم بخير. انتم اللي انتم هما السند ديالنا. هذا واجب، هذا واجب. لا لا غير هنا غير يعني كائنات. لا 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 شوف لاله مليكة، شوف نقول لك واحد المساله. انتم هما الطاقه ديالنا حنايا. راه ما يمكنش حنا نكونوا الا ما كنتوش انتوما. وهذا تنعاود نجدد الشكر للسميه والاذاعه ام اف ام اللي منحونا هذه الفرصه هذه اننا نتواصلوا معكم. مرحبا، هذا واجب. خصوصا لاله مليكه كي داير بني من لالبه؟ كاين شي حراره؟ كاين شي صهد؟ سميه انت كتكلمي على الحراره قبيله، قلتي غير الناس اللي كيستغلوا فيها. راه حتى حنا غير راه قلت لك غير في الفران والبوطه، هذاك الشيء علاش قال لك نبيل كثروا قلوا من الطياب. ماشي قضيه البوطه، دابا الدار عندنا تقريبا الشمس دايره بها ثلاثه ديال البوطه. تبارك الله تبارك الله، مزيان ما شاء الله. في هذه الوقيته هذه راه خصك تشوفي الكوزينه كي كتكون. الله يكون في عونكم. الله يسلمك. الحمد لله اللي جا فوقته، الحمد لله احنا قابلين عليه. قولي لاله مليكه، تهدا اجتهاد باش ربي يتقبل الصيام ان شاء الله. فيما يخص بغيت نسيل على الماء، الماء اللي حنايا شرينا واحد البراده مزيان كنديروا فيها الماء مزيان، حنا كنديروا في ذاك الكلاصير داك الشيء، ولكن شويه بانت لنا. ولكن منين لينا نديروا في هذيك البراده كناخذوا من الثلاجه، ولكن ماشي بارد بزاف غير شويه تنهرسوا ديك السخونيه وكيبقى الماء مزيان. ولكن واش داك الماء نبقى نجددو يوميا ولا اشنو ندير؟ ولا ربما على حساب البراده النهار ديال الطين وداك الشيء؟ لا، ولكن شحال الماء شحال تيبقى فيها؟ والماء غير بحال دابا مثلا درناها البارح وكتبقى لينا اليوم، كنعاود نزيد عليها الماء ديال اليوم. مثلا داك الماء غتستعملوه بالليل؟ كنشربوه. هو ما غيبقاش دونك ما غيبقاش حتى لغد ليه. الا كانت شوفي هي ماشي مشكل، هي الا كانت ديال الطين راه ما تيكونش مشكل، يعني واخا يبقى 24 ساعه ماشي مشكل. يعني ديال الطين 100% ماشي داك اللي فيها البلوم. لا ماشي مشكل، ماشي مشكل. شحال كتهز من يترو تقريبا هاد البراده؟ باش نديروه اختبار لاله مليكه واش كتشربي الماء بزاف ولا لا؟ الناس غنقول لك راه فيه 10 يترو. 10 يترو تبارك الله، تبارك الله عليك. تقريبا ديك 7 يترو هكاك. مزيان. هذه فيك النقطه اللي هي مهمه، يعني الناس شكرا تبارك الله عليك لامريكه، لان فعاود ما ندير في الثلاجه تنديروا في هذه الامور بحال هكا تتكون درجه الحراره اللي هي مزيانه ديال الماء. ما تنطينش حاجه طبيعيه ما عندها شي اضرار. طبيعه الحال. تبارك الله لاله مليكه، كنحيوك بني ملال ونمروا ناخذوا مكالا اخرى. ناخذوا الو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام اسيدي. كنقول لكم بنكم العواشر ربي يخلصكم هذا الخير اللي كديروا في هذه الاذاعه ديال ايميزي. الله يكبر الخير اسيدي، هذا واجب. مرحبا بك.
راه كنستافدوا منكم بزاف، راه كنقرا منكم بزاف، وربي يخلصكم ان شاء الله ويخلص كمال الحلو واللي كيكتبوا المكالمات اللي كيساعدونا هذا الاذاعه. الله يكبر بك يا سيدي، اللهم امين، الله يتقبل من الجميع. والله ينوركم. اما حبيبي بغيت نسولك علينا العزيز. مرحبا. وبغيت انا ملي مع المغرب ملي كنحيد ملي كنفطر مع المغرب كنسبق الحليب والطماطم. الا سبقت الحريره الاولى كديني الحموضه. لا ما تسبق، ما تسبقش الحريره هي الاولى وما كنسبقهاش. الا سبقتها دابا انا اللي انا لو كان في واحد الوقت كنقولوا علاش انا عندي المشكل ديال المعده ديال الحموضه ودرت الدواء اللي طرازي. دابا بحال انا اللي وليت طبيب. الناس كيقول لك سبق الحليب وكنت كنسبق الحليب دابا مع المغرب كتجيني نهانيه. نعم. المشكله ما كتجينيش الماء، كناكل شويه ديال الحوتات، ما كنعمرش الكرش بزاف باش هاد المشكله ما كيجينيش العطش. ودابا انت واش انت في الناظور ولا في الحسيمه؟ انت فين دابا؟ اه انت فين، في الناظور ولا في الحسيمه؟ لا الناظور. الناظور. انت في الناظور. مرحبا، مرحبا بالناس الناظور. ان شاء الله الوقت ديال الكسكوت الهنديه مرحبا بك. الله يكبر فيك، الله يحفظك. شوف حاول تبدا، حاول تبدا الفطور ديالك بالماء والتمر ماشي بالحليب والتمر. بصح بدا بالماء والتمر وصلي وعاد خشر بالحليب من بعد. ماشي الحليب كيجي معنا، كيجي معايا مزيان على المصران ولا شي حاجه مزيان. غير هو بدا بالماء والتمر هو الاول حسن، عاد من بعد شرب الحليب. والماء دكتور ضروري خصك تشرب الماء بزاف ياك مع المغرب. ماشي بزاف، شرب كاس الماء وكل معاه واحد ثلاثه التميرات ولا جوج ولا داكشي اللي كاين. سير صلي ورجع وعاد شرب الحليب ديالك. الله يعطيك الخير. مرحبا مرحبا مرحبا، حنا وياك. الله ينوركم. الله ينوركم. تبارك الله عليك يا سيدي. الله يبارك فيك وتحيدنا للناس الناظور باسمك. شكرا على الطيبوبه هذه. راجعين بعد فاصل اعلاني قصير، حنا مازلنا غادي نشوفكم على صفحتنا على الفيسبوك. دخلوا شاركوا معنا، عطينا تعليقات ديالكم، اسئلتكم، صحتي في ماكلتي. راجعين بعد الفاصل. يلا رجعنا معكم مستمعينا بنفس الحماس بنفس النشاط ودائما بالفائدة والمتعة في صحتي في ماكلتي. دائما كنناقشوا مواضيع اللي كتهمنا في هذا الشهر الفضيل. ان شاء الله نتمنى كتكونوا كتقضيوا معنا اوقات مفيدة. وعلى صفحتنا على الفيسبوك انا كنحب نشكر كل من كيتخلي تابعنا في هذه الصفحة هذه، تكتب لنا مساج وتعليق ما هو دليل على المحبة ديالكم الكبيرة. سي نبيلة شاتشي بديتي كتخطف الاضواء واللفان ولا عندك بزاف. سي مصطفى عرفتي شنو قال لك مصطفى دليل؟ قال لك الله يخليك سلام لاخت سمية ونبيل وطاقم ام اف ام. نبيل القشعر جلدي عندنا تاخرت، هل انت بخير؟ لا الحمد لله شكرا. انا بخير الحمد لله. احنا بخير وعلى خير الحمد لله، عند في الدار الكبيره عند ناس ام اف ام وعند لاله سميه. وشكرا لكم بزاف. الله يعطيك الخير. وتنقول للناس اللي تيحبونا راه حنا تنحبوهم وتنبادلوهم نفس الشعور. وهذا هذا واقع وهذا حقيقه، وحب الناس هو اللي تيخلينا دائما اننا نبذلوا مجهود اكثر، هو اللي مخلينا دابا نجيو من الرباط لكازا ونرجع ثاني للرباط. فاكيد ان ما نجيش ما يمكنش. يلا حنا مازلنا مستمرين معاكم. غادي نمشيو عند سمير. سمير على صفحتنا على الفيسبوك كيسولك شو هي المكونات اللي كيحتاجها جسم الصائم السحور، يعني شو هما هاد المكونات؟ واش بروتينات، دهنيات، سكريات، شو تيبغي؟ واش اكل الطاجين ديال اللحم الاحمر في الفطور مفيد ام مضر بالصحه الصائم؟ اكل الطاجين في الفطور ممكن انه يكون، الا ما كانش غتكون امور اخرى. باللحم قال لك الطاجين باللحم ممكن يتخاد، ممكن يتخاد في الفطور. الا ما كانش غيكون البيض معاه مثلا، الا ما غيكونش البطبوط معمر بالدجاج وحنا حاطين طاجين اللحم. يعني الناس الطاجين اللحم غيكون بوحده في الوجبه ديال الفطور، غيكون الماء والتمر الفواكه وغندوزوا للطاجين بوحده. يعني ما غيكونش مع امور اخرى، هذه ممكن اننا نديروها. يعني القضيه ديال تخلط المكونات بالبراديتا او البروتينات من مشقات مختلفه ما خاصهاش تكون. هذه نقطه مهمه. طبيعه الحال ما خاصهاش تكون، خاص يكون الطاجين بوحده. النهار اللي غيدير الطاجين غيدير بوحده. ونوع بروتين واحد غيتخاد. اللي غيتخاد. واخا ماشي حوت ولحم وبيض. لا لا. واخا. تقول لك شنو المكونات اللي كيحتاجها جسم الصائم السحور؟ المكونات هي الوجبه ديال السحور هي خصها تكون وجبه خفيفه، لان الوجبه ديال الفطور هي اللي تتكون وجبه رئيسيه، والوجبه ديال السحور هي تتكون وجبه خفيفه. الهدف منها هو اعطاء طاقه في هذاك في الصباح. فنقدروا المكونات اللي نقدروا نعطيو في الوجبه ديال السحور هي سكريات سريعه الامتصاص. وهنا خصوصا يعني غنفتح واحد القوس بالنسبه للناس كي قلت قبيله اللي عندهم واحد العمل شاق اللي تيخدموا على برا. الله يحسن العوان. الناس عمال النظافه اللي تيكونوا على برا، البنايه مساكن اللي تيكونوا على برا، الناس اللي تيخدموا في لي شونتي، الناس اللي هذا، فعندهم مجهود بدني ومع اشعه الشمس ومع ارتفاع في درجه الحراره وصيام. الله يحسن لهم العوان. خاصهم يردوا البال. يعني في الصباح في الوجبه ديال السحور خاصهم ياكلوا مزيان. يقدر كاع يفطر بحال غيفطر فطور عادي
ديال خارج رمضان، الخبز وزويته بلديه واتاي والتمرات ويخرج، علاش؟ لان تيبذل مجهود بدني، ماشي بحالنا حنا ما تنبذلوش مجهود بدني كثير. الوغ هاد الناس اللي تيخرجوا يديروا يخدموا على برا، ماشي عيب ان يخرج معاه قريعه الماء، ومره مره يفزق الراس ديالو، يغسل وجهه، يغسل يديه، باش يهبط من درجة حرارة الجسم، أو إلا دايرو شي كاسكيطة ولا داير شي فوطة على راسو، مرة مرة يفزقها، خاصو يفزقها، خاصو يديرها. علاش؟ لأن الارتفاع في درجة حرارة كيزيد من حدة إحساس بالعطش، ماشي غير العطش، ويقدر يأثر حتى داخليا على الجسم ديالو، لأن تبقى مدة طويلة. راه كاين اللي تيبدا من 10 الصباح غيبقى حتى المغرب أو حتى 5 العشية، فغيبقى واحد 6 السوايع ولا 7 السوايع بلا ما يشرب الماء، ودرجة الحرارة مرتفعة، راه تقدر توصل حتى 40 درجة حتى 45 درجة حتى الأكثر ربما في بعض المناطق. فهاد الناس هادو يخرجوا معاهم قريعة الماء، وكل مرة يبردوا على راسهم بشويه بهذيك قريعه الماء، يعني كل ساعه كل نص ساعه يكب الماء في يديه، يمسح وجهه، يمسح راسه، يكب شويه على شي فيطه فازقه. نعم، ضروري 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 ضروري. علاش؟ لان الا ما داروش هذه النقطه هذه، الا ما هبطوش من درجه حراره الجسم ديالهم، فيقدروا يوقعوا بعض المشاكل اللي حنا ما بغيناهاش توقع، لان كيف ما قلت لك عندهم مجهود بدني تيبذلوه، وفي نفس الوقت الماء ما كاينش، فهذا تيقدر يؤدي الى بعض المشاكل. نبيل، كان بزاف ديال الناس كيبعثوا لنا دائما على صفحتنا على الفيسبوك، تاخذوا مثلا وجبه الفطور، عفوا السحور، بحال الفطور مثلا داكشي اللي كانوا كيفطروا به زمان، زويته بلديه، عسيله، ممكن زبيده عاديه، تيقول لك تسحر به. اه ممكن، ولكن هادو ناس اللي غيبذلوا مجهود في اليوم الموالي. مثلا الا تسحر بزيت البلديه مزيان، بالعكس مزيان، الا كان انا غير حنت الا كان غيعرقها مزيان في الفطور وغيعرقها في السحور، ماشي هادشي اللي بغينا. خاصو الا عرقها في الوجبات بجوج، راه خاصو ينوض يحرق، خاصو غادي ينوض وغادي. الناس اللي عندهم عمل يعني تيحرق فيه سعرات حراريه، بالعكس خاصهم يتناولوا وجبه السحور بحال الوجبه ديال الفطور العاديه، يعني كيف ما قلنا خبز زويته بلديه، براد ديال اتاي، فريميجا، ولا غياخذ تميرات، ولا دارو خاصو يديرها. علاش؟ لان باش يجيب الطاقه يخزنها عنده. الناس اللي ما عند اللي ما تيبدلوش مجهود بدني، الا داروا هذه المساله هذه، يقدر يكون عندهم زياده في الوزن، الوغ كو بيتيتخ باغيين يتعافوا، ماشي باغيين يغلاضوا. واخا حنا غادي نمشيو على الستاندار ديال نفس الارقام 0522 30 30 00، او رقم ثاني اللي هو 0522 31 33 33. قولوا الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. وخت سمية بخير. الحمد لله، مرحبا بك. والله يجازيكم بخير، معك حسن من بنقرير. حسن من بنقرير، هذه فرصة زوينة نتواصلوا مع الناس بنقرير. عندي واحد السؤال، الله يجازيكم بخير. مرحبا بك سي حسن. الإنسان واش يمكن يسبق واحد الكاس الماء في الفطور، ولا ضروري حتى ياكل شي حاجة؟ لا، مزيان كاس الماء هو الأول، غير ما يكونش بارد. لا عادي. كاس الماء عادي. مزيان، بالعكس مزيان. كاين شي ساد في بنقرير؟ يا سيدي ساكن في بنقرير. كاين شي ساد؟ الصاد كاين الحمد لله. اي والله يتقبل، الله يتقبل. اي الحمد لله، الحمد لله على كل حال. الحمد لله اللي جات من عند الله مرحبا بها. الله يقويكم سي حسن ودعوتنا معكم. وشكرا لكم. الله يتقبل الصيام، شكرا لك بزاف على الاتصال. حنا مازلنا معكم، كاين مكالمات، كاين اسئله، وديما انا كنرجع باش ندير شويه توازن على صفحتنا على الفيسبوك. تيقول لك الله يخليك رشيده من مراكش، بغيت نسول على مشكل النحافه في رمضان، كيفاش نتعاملوا معها في رمضان من جانب التغذيه بلا ما نضيعوا فوائد الصيام. يعني الناس اللي بغاو يمكن يزيدوا في الوزن في رمضان، فهي في فرصه مناسبه في حقا تنتحدثوا بزاف على زياده الوزن، على انقاص الوزن، وما تنهضروش على زياده في الوزن. فممكن كذلك هاد الناس انهم يزيدوا في الوزن، لان غالب الاحيان هما الناس اللي تكون عندهم المعده ديالهم صغيره، ما تيقدروش ياكلوا بزاف في الفطور، فهادو بالعكس على النصائح اللي عطينا تيخصهم يتناولوا في الفطور، تيخصهم يتناولوا في العشاء، وتيخصهم يتناولوا في السحور، لان تيفقدوا بزاف في النهار وما تيكونوش اصلا دخلوا كميات كافيه، فخصهم يفطروا وخصهم يتعشاو وخصهم يتسحروا، ويقدر يكون السحور كيف ما قلنا الان، يقدر يكون خبيزه، زويته بلديه، براد ديال اتاي، ولا قهوه حليب، باش يدخلوا الطاقه للجسم ديالهم، باش ما يزيدوش يطيحوا في المشكل ديال النحافه من بعد. واخا معنا مكالمه وبعد غادي نجاوبوا سي عبد الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا لسميه. اهلا بس عليك، شخبارك؟ واش مبروكه؟ الله يبارك فيك. مرحبا بك. يوسف من مدينه فاس. يوسف من فاس، مرحبا بك خويا يوسف. الله يبارك فيك. درتي نبيل. الله يبارك فيك السي يوسف، الله يحفظك. عرفتي باش كتحمقني نتايا؟ نعم. كتقطر بالادب. الله يكبر بك اخويا. شوف هذا المغاربه كلهم مؤدبين تبارك الله، الحمد لله. ربما ما قلت لك لازم كتبسط المعلومه الى اقصى درجه. الله يكبر بك السي يوسف، الله يكبر بك. نسيت زعما قلت تبارك الله عليك وصافي. الله يكبر بك. دعوا معنا اخويا، دعوا معنا. شوف راه حنا محتاجين لدعواتكم. الله يعطيك القبول. احنا وياك، احنا وياك يا حبيبي. الله يكبر بك، الله يكبر بك. بالنسبه لي انا نعم كنبدا تقريبا بواحد جوج كيسان ديال الماء. نعم.
وكندير الحليب وشي خمسة التمرات تقريبا بحال هكا، وكندير عاوتاني الزيت البلدية فهمتيني، وعاد كنشرب الحريرة وكناكل البيضة. نعم هذا هو الفطور ديالي انا. مزيان مزيان. انا نعطيك غير لا كرونولوجي، منين تبدا بالماء تبعو بالتمر وسير صلي وعاد اجي كمل بها الحليب. ها بالنسبة للزيت البلدية مزيان، خبز زويته بلدية بيضة حريرة مزيان. غير هو الا ما خديتيش الفواكه هنا في الفطور خصك تاخذهم بالليل. كناخذهم بالليل قبل. صافي تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. وبالنسبة لواحد القضية ان الماء بارد راه واخا خاصك كتعرف سخون كتوصل 45 الحرارة، انا ضد بعدا الماء بارد. لا ما خصوش يكون، ما خصوش. انا بعدا كنشرب تقريبا من الروبيني، ولا كانت كنقول شي 45 الحرارة غير كنسم داك الماء ديال الروبيني كنزيد شوية الماء بارد. نعم هذه ملي كتكون الحرارة وصفيت الربع، ما قل من الربع اغلبية كنتعامل غير مع الماء ديال الروبيني. لا ما كاينش ما احسن من الماء العادي، كاين شي صاد فاس السي يوسف؟ هو في حاليا بس واحد 37 38. تبارك الله الله يجزاك الخير. الحمد لله. المدن الداخلية الميزة اللي كاينة انتم ربحينا بالبحر. نعم ربحينكم بكليماسك. الحمد لله. يعني عرفتي هذه الجملة اش تعني؟ يعني أن المغرب كله رابح الحمد لله. الحمد لله. شوف الحمد لله، شوف هذه القيمة للمغرب. اللهم لك الحمد. فين ما مشيتي كتلقى شي حاجة زوين. الله يحفظ بلادنا، الله يحفظ بلادنا. وفاس كلها دايرة بالخضورة والمغارس. صح. ياك يا يوسف، شكرا لك بزاف، تبارك الله عليك. يلا غنمشيو بسرعة بسرعة حيت ما بقيناش بزاف ديال الوقت. عبد الله سؤال مهم، عرفتي شنو تيقول لك عبد الله؟ تيقول لك أنا ما كنشربش بزاف الماء ولكن ما كنحس بتا شي تغيير في الذات ديالي. لا الوغ شوف، ما تنشربش بزاف الماء حيت هذا غلط كبير، الناس بزاف ما كيتشكاوش من هذه القضيه، عندهم عادي ما كيشربوش الماء وعايشين بحال واحد شي بالنسبه له ضعيف راه في صحه جيده. سيدير الناس يربطوا مثلا الصحه جيده بالسمنه، الا كان غليظ راه ماشي في صحه جيده، ولا كان ما عندوش زياده في الوزن صافي راه في صحه جيده يشرب اللي بغا وياكل اللي بغا. لا فجوج يترو د الماء ديالنا تيخصنا نشربوها في النهار. ما تيجيكش العطش هذا ما تيعنيش ان ما خاصكش تشرب، حنا قلنا بان خصنا نشربوا قبل ما يجينا العطش. عنده اضرار على الذات هذه طبيعيه. طبيعه الحال طبيعه الحال. يعني شرب لان شوف شرب الماء، نعطيك نقطه اخرى، شرب الماء تيدير العمل ديالو داخل الجسم، من بعد عزاكم الله تنخرجوه في البول ديالنا. هذا ماذا يعني؟ يعني اننا تنقوموا بعمليه تنقيه، تنسيقوا الجسم. فإلا ما شربناش بزاف ما غنخرجوش بزاف، حيت اسمحوا لي ولكن تنهضروا في هذا الشيء، في هذا البول عباره عن ماذا؟ عباره عن ماء زائد سموم. فإلا ما شربناش الماء بزاف ما غنخرجوش الماء بزاف وما غنخرجوش هذيك السموم معاه بزاف. لهذا فشرب الماء جوج يترو في النهار مزيان. الوغ هنا كاين الناس اللي غيطرحوا سؤال، لان كاين بعض المعلومات كاينه في الانترنت، نشربوا 5 يترو في النهار، نشربوا 6 يترو في النهار، 7 يترو في النهار، هذا كذلك خطا. علاش؟ لان الا كنت تنشرب الماء بزاف تيخصني نكون تناكل مزيان، حيت ملي تنخرجوا الماء راه تنخرجوا الماء من الجسم راه تنخرجوا معاه شويه ديال الكالسيوم، تنخرجوا معاه بعض الفيتامينات، فيقدر نقدر نتصاب بالنقص في الفيتامينات نتيجه شرب كميات كبيره من الماء ديال 4 يترو 5 يترو 6 يترو. صح، خصو يكون بتوازن، خصو يكون بتوازن، كل شيء بتوازن. ما كاينش احسن من التوازن. كيفيه سليمه لشرب الماء نبيل بها نختموا؟ هو ان اللي كيشد داك القرعه ويجلس لا حتى كيجيب لها الثمن. لا شنو نديروا؟ الوغ خصنا نشربوا هي كاينه المساله كاينه في الجانب الديني ديالنا، اننا نشربوا بثلاثه تجغيمات، انا ما خصش نشربوا واقفين. الموقف. بين اسباب ظهور الغازات هو شلون نشربوا الماء واقفين، خصنا نشربوا الماء جالسين. هذه جديده ها انتم يلا. يعني الناس اللي عندهم غازات خصهم ما يشربوش واقفين وما ياكلوش واقفين، خصهم يشربوا جالسين وياكلوا جالسين. يعني هذه النقطه الاولى، ما نشربوش ماء بارد بزاف، نشربوا ماء في درجه حراره عاديه، ما نشربوش كميه كبيره ديال الماء كيف ما قلتي، ما نشربوش مع الماكله، هذه النقطة كذلك أخرى، وما نتسناوش تيجينا العطش. يعني بحال دابا بالليل الناس مثلا غادي للجامع يدي معاه قريعة ديالو، بين كل ركعتين يشرب شوية الماء، واحد جغيمة ولا جوج، بالليل حط حداك قريعة الماء ديالك، أنت تتفرج وأنت تتشرب جغيمة، أنت تتهضر تتشرب جغيمة الماء. علاش؟ لأن ما خصناش نوصلوا للعطش، باش الجسم ديالنا نحققوا هذاك الهدف ديال 60 حتى 70% ديال الماء في الجسم ديالنا. خلال أمنيتي واحد الحاجة تحقق إن شاء الله في المغرب. إن شاء الله إن شاء الله. كيف ما البورتابل ما كنسخاوش به؟ دقيقة واحدة تقدر تعيش بلا بورتابل دقيقة واحدة؟ لا يمكنش. ما كرهناش ولكن ما يمكنش. كون على يقين أنه ما يمكنش. فهذاك البورتابل إلا كان قريب منك علاش ما تكونش قريعة؟ قريب منك. نتمنى هذه الأمنية تحقق على الله يربي يجعل بالخير إن شاء الله. فعلا اليوم كانت حلقة ممتعة، أنا كنتمنى يكونوا المغاربة كاملين يستافدوا. شكرا لك. العطش نقدروا نسيطروا عليه، نقدروا نتغلبوا عليه، ممكن غير تكون واحد النظام طبيعي بغينا نقولوا، ويكون كذلك حتى واحد الوجبات متوازنه نتفاداو الملوحه بزاف خصوصا وجبه السحور. نعم. يعني الا خديناها مالحه ولا مسكره بزاف يعني حلوه بزاف تا
حتى انا مشكل ديال الاحساس هو طلب بالذات الماء هذا مساله عاديه ياك. نعم. شي حاجه اخرى مازال ما قلناهاش؟ راحتك لاله سميه. الله يعطيك الخير. شكرا لك بزاف. شكرا لك. ما سخناش بك ولكن الوقت هذاك دغيا كيسالي بسرعه، فان شاء الله موعدنا يوم الاربعاء ياك غادي نتكلم على واحد الموضوع كذلك مهم ان شاء الله. صيام الوليدات في العام الاول كيكون كذلك مشاكل بزاف، خصوصا مع هذا ارتفاع درجه الحراره، ومع هذا ارتفاع درجه الحراره مع الامهات اللي كيكونوا كيزيدوا شوش في الوليدات تيقولوا وليدي مسكين صايم هذا العام الله يقدروا الله يقدروا. يلا انتم امهاتنا مسامعاتنا كنضربوا لكم موعد ان شاء الله يوم الاربعاء في نفس المواعيد 3 العشيه مع صحتي في ما قلتي. بقوا على خير.